وليداتنا ما خليهمش بلا بالو. هذا مدوه لنا في وداميزور لي فوتو وكل تاع الباركور سبورتيف تاع باركور سبورتيف وكلها. رانا في محل عريق جدا عمره تقريبا قرن، ومعنا هذا الاسكافي الانيق عمي رشيد من الدور المدعو الدافي اللي توارث هذه المهنه ابا عن جد. يلا نتعرفوا مع بعض على القصه تاعو. ويا مرحبا بكم في المحل تاعي. في واحد من اقدم الاحياء في مدينه راس الواد لفت انتباهنا هذا المحل اللي تحمل جدرانه كثير من الذكريات، واللي تعود ملكيته لعائله مدور اللي تمارس مهنه اصلاح الاحذيه وحتى صناعتها من ثلاثينيات القرن الماضي. الماشينه قلت لك هذه مخدومه في 36 والشيخ بوي شراها في 58. بديت المهنه هذه راني قلت لك في 69 بديت مع الشيخ بابا، نقولوا كنت غنبريكولي هكذا، ومن بعد وليت نخدم جديد، وليت نخدم كيما نقولوا نصنع كيما نقولوا صناد، نصنع صبابيط، نصنع كيما كانت كيما يقولوا كانت سلعه كاينه موجوده وكاين كل شيء رخاء وكاين هذاك. بوينا كان يخدم هكذا، كنا نخدموا 70 80 زويجه في السمانه، ونروحوا يمشيوا والله يمشيوا الجزائر فرنسا تو بارتو. كنا نخدموا صناد البيض، كنا نخدموا لوكس يقول لك نلبسوها مع الشنغاي الجزيريه وهذاك نخدموا لهم. مي دوك الله الغالب ماتريال ما عندناش ماتريال، والسلعه هذه نتاعنا احنا دوك ما كانش. هذا انت اللي حاكم البال. هذا اللي حاكم البال. واه العم رشيد واحد من اللاعبين القدماء الفريق شباب راس الواد اللي تاسس سنه 1928، ومن حب الرجل لكره القدم يتفنن في اصلاح الكرات. في الروك بديت في 74 بديت نلعب فيها عمري 16 سنه، يعني النادي كان نادي مليح فريق الشباب راس الواد. انا رياضي، دوك الشباب يجيب لك بالو مقطع خلاص، وكيفاش ما تخدملوش ما تسلحلوش الكره تاعك، لازم تسلح له ويخلي حوايج صباط كيما هكذا ونخدم له البالو تاعو. هاو عماد قنبور الله يرحمه. وانت واش رايك في قصه العم رشيد؟ واش هي رسالتك ليه؟